دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. طيب يا جماعة، خلينا نكمل بالثوابت. الكاميرا فصلت لحالها قبل شوي. خلينا الآن نشوف سؤال 20. كنا نحكي إحنا بالأسئلة اللي قبل شوي في أسئلة الثوابت، أنت بتكامل إذا كان الاقتران اللي جوا هون اقتران معلوم حله عادي وعوض وكون معادلات، لكن لما يكون جوا اقتران مجهول وبرا صفر، يعني قاف السين مجهول، ما بقدر هون أكامل. شو بعمل؟ دائما إذا الناتج صفر الحدود بتكون متساوية، يعني ألف تربيع ناقص أربعة بتساوي اثنين زائد ألف. لازم نخلي برا صفر، ألف تربيع خليها محلها، الألف بدك تفوتها لجوا بتصفي سالب ألف. الاثنين لما تفوت لجوا بتصفي سالب اثنين، سالب أربعة وسالب اثنين سالب ستة يساوي صفر. بعدين بحلل، ألف ألف ناقص موجب ثلاث باثنين، لو ضربهم ستة الفرق واحد، يعني ألف تساوي ثلاث، ألف تساوي سالب اثنين. طيب بالنسبة لسؤال رقم اللي بعده اللي هو رقم 21، آخر سؤال عندنا هون نفس الاشي، الجواب صفر عندي قاف، معناته الحد السفلي يساوي الحد العلوي، لازم يكون صفر طبعا، دير بالك. اطرح واحد من الطرفين بتصفي سالب ثمانية، خذ الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي للسالب ثمانية سالب اثنين، لا تحط موجب وسالب للجذر التكعيبي، الجذر التربيعي موجب وسالب، التكعيبي اذا موجب موجب واذا سالب سالب، تمام. هيك خلصنا التكامل المحدود وغير المحدود. بضل عندنا القسم الثاني من التكامل اللي هو الخواص والمساحة، تطبيقات بشكل عام راح نشوفها بجزء ثاني، ويعطيكم العافية.